اقفل يا ام شاهين. حاضر يا ريس. ام شاهين. افندم يا ريس. انا عايزك كده مصحصحه طول الليل ما تناميش زي عوايدك. انا يا ريس. وحش يا ام شاهين. عين يا ريس. ده مين ده بقى اللي هيتصل بينا دلوقتي في الليل ده؟ صوت الباشا المأمون. ايوه يا باشا. ايوه بكير. خدامك يا باشا، امرني يا باشا. اسمعني وركز معايا كويس قوي، لان اللي هقوله لك ده لولا ان انا واثق فيك ثقه عمياء ما كانش ممكن اقوله لك. ده انا عناية يا باشا، ده انت لو طلبت روحي يا باشا بذاته برضه هديها لك، وهبقى انا يا باشا بمديهولك لك يا باشا. بكير احنا عندنا زنزانه انفرادي فاضيه صح؟ يا سوادي ده لو ما عندناش يا باشا نبني لك في الحاله يا باشا، بس احنا عندنا ان شاء الله. انا عايزك تفضها لي وتسمع اللي هقوله لك بالظبط. أعوذ بالله من الخبث والخبائث. رضا هات الكرسي. ده يا باشا الكرسي موجود. اتفضل. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يا طاطا قطعتا لازم عاد. مين؟ السيد حكم دار دير النحاس؟ حكم دار ايه؟ حكم دار العاصمة؟ ازيك يا قطعتا؟ ازيك يا استاذ عاصم باشا؟ شوف يا استاذ قطعتا، انا عايزك في موضوع يعني شخصي كده. شخصي؟ بالليل؟ لا انت فهماني غلط قوي. استاذ انت فهمني غلط. انا عايزك في خدمة. من اللي عارفك الخدمة دي؟ أنا عارف أنا اللي هو تقعد تعدين المكتب وما صح؟ وبعد كده خش تعدين على البيت، أروح لك على البيت، بس رجع عطاطا، خش لا تستغل من أوضة النوم وهم، وعايز تروحهم لعب مسألة البيت، طب بيسوي اللي أنت عايزه؟ عايز إيه وأنا أجي لإيه؟ ما سمعنا بقول إيه؟ اتفضل. أنا هساعدك في إثبات براءتك، بس بشرط. اتفضل ده مقابل. أنا عايزك تجيلي البيت بالليل لوحدك كل ليلة ابتداء من الليلة دي. طب وانت انت بقى فين بقى؟ قولي كده فين سلامتي الليلة بقى في الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لا لا أنا بنت ناس، بس الناس سابوني ومشيوا. حقهم بيسيبوك ويمشوا، حرام عليك يا راجل يا راجل. اسمع الباشا هيقول لك إيه؟ أنت بتتكلم إزاي وأنت واقف وأنت قاعد هنا؟ إزاي أنت طالع بدورين؟ لا بروحين. ولا راح اصير واتغلب من الناس عليا واقول ان انتوا بتتناوبوا عليا. بن ايه؟ بتتناوبوا. اسكتي يا وليه، نتناوب ايه عليك وطنت ايه؟ ده ايه السواد دي؟ اسمعي الباشا وخلصي. شوف يا استقطاطة، حفيدتي شافت امها وابوها وهم بيموتوا قدام عينيها، فتعبت نفسيا يعني. ما تقول ازاي بقى؟ انا هقول لك اهو. ايوه. بس اللي انا بقوله لك ده قطعت عشان خاطري. ده سر. توعديني انه ما يطلعش من بوقك خالص، خصوصا للبس. برمس. عشان خاطر. برمس. خدوها وراحوا بنت الحيوانات. ايوه. وهي صغيره كده و المهم. ايوه. صممت ان هي تصورهم في بيت الفيل. بركة الفيل؟ راح تصوروا في بركة الفيل؟ بركة الفيل ايه؟ بيت الفيل اللي في جنينة الحيوانات. هو في بركة الفيل في جنينة الحيوانات؟ لا، في بيت للفيل في جنينة الحيوانات. ماشي هو. وهي بتصورهم. والفيل وراهم. قدر ربنا بيتهيألي يا قطاطة. ايه الفيل مات؟ الفيل هاج فجأة وقعد يدوس فيهم برجليه، يدوس فيهم برجليه. ماتوا. ماتوا قدام عينيها. ابدا عليك يا حبيبتي. واللي ماتت هي وامها. ماتت ايه؟ امال انت هتيجي تحلميه؟ هحلميه فين؟ اسمعيني يا قطاطة بس وركزي معايا، الدكتور اسماعيل بيقول الامل الوحيد. الدكتور ايه؟ الدكتور اسماعيل. ايوه. بيقول ان الامل الوحيد ان انت تحكي لها الحكايات اللي انت بتقوليها الجميله اللي هي سمعتها يوم الزياره. وانت بالصلاه على النبي، ربنا خد منك كل حاجه واداك الخير، فاهماني؟ ولو انتوا الاثنين بقى. ايوه. انا اعرف كل الزهر مصاحبة كل العفاريت اللي موجودة في البلد، هتحل المشكلة دي. زار ايه بس وبتاع ايه؟ أنا عايزك تحكي لها الحواديت اللي حكيتها لها في الزيارة دي. نفسي نفسي أشوف ابتسامتها ترجع تاني، وأنا مستعد أساعدك.
ايوه انت سبتها لما ليك عليا بقى. بص خليها تفلخ دمها كده طول اليوم معاها في البيت، ها؟ وتحس كده ان اختها بقت موجوده معاها. يعني موافقه؟ موافقه طبعا، بس ايه المقابل؟ ما انا قلت لك هثبت لك براءتك. ماشي. وعايزه ايه تاني؟ وعايزه فساتين. ايه؟ فساتين. هجيب لك فساتين. وبطاطس. فساتين وبطاطس؟ احب ابرز الفستان واروح على واخد البطاطس. انا موافق على كل اللي بتقوليه، بس افهمي الكلام اللي احنا بنقوله ده، لو اي مسجون عرفته في السجن ده عارفة هيعمل فيكي ايه؟ ايوه هتاخد البطاطس. بكرة انا عايزك يا طاطا تعملي اي مشكلة مع اي مسجونة من المساجين. ايوه كده وكده يعني. ايوه كده وكده. كنت وفاس؟ كنت وفات يعني ايه؟ كنت وفاس دي كده وكده. ارحميني، اعملي اللي بقولك عليه وانت ساكتة. ماشي كنت وفاس. وانت كل شويه تحطي من الكالونيا. الكالونيا محسور، ما تخليكي حلوه يا اخت. هنطيها صاحبتك تاكليني. حقك عليك، البنت الزياره الجايه هقول لها تجيب لك ازازه. الانفرادي مش عايزه تشوف النور ولا الشمس خالص. يلا انا مليح. قلت يلا انا مظلومه بدات نعم فيا. ده ما بقى السجن من ساعه ما جيت، ده بقى صرخ. اسكت اضرب انت. بريئه. يلا يا بريئه انا مظلومه. بس اوعي في ايه؟ يلا بقى يا فكير. ايوه باشا هنعيد تاني. مخبار. يلا بقى. يلا يلا كل واحدة على سريرها. في ايه؟ قلة الأدب دي. يا 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 عمي. يلا بقى. خوتشي. ايوه. خوتشي. كانت حلوة دي دي. حلوة وأي حلاوة. ده انت كنت قمة الواقعية. ده انت دغدغتيهم حلبة سلك واتنصف. شفتي انت عندي على كده بتلمع بنزل؟ تنفع انبال ايه ولا فتح حمامك؟ ايوة ده ايه ده؟ رسول بكير. ايوة باش جاي. ده كلهم جايبين لك يا تاتا يستفردوا بيكي، بس انا مش جاهزه. ما ترى هيعملوا فيك ايه يا تاتا؟ اسكت يا مسجون. ما انت عمال واخد على فين؟ ما تخلص يا ولي. ايوه اهو. استنى هنا. ايه ده؟ ابعت اجيب لك لابوني انت وحماده؟ يلا روح شوف على شغلك في العنابه. حاضر يا سلمكي. حماده علمي شويه شاي طوال عشان دماغه وجعان. انت عايز سر دبل. سر دبل يا بابا. عايز سر دبل. اسكت يا بوزه. ابوزه تعالى. معلش.
هتركبها بس في شنطة الخرابية. مش انا عارفه مع عباس عندي ريزنت هتعرفني. لا اول ما تعرفني هتعرفوني انت. مش على الخراب. هو عباس عندي كل حاجة هتعرفني. اسكت يا ولية هتحبسيني. اركب يلا. اركب الشنطة بره. ايوه. مالك الرياضة. اركب انا عارفه كل حاجة في الزين. نطي. السيد من فوق. نطي. اهو اهو. بالله يا العمي. بعد كده. بعد كده. الشنطة. اخر دماغي.